استاذ مفيد عاشور، واحنا عاشور زي بعضينا. طبعا عايزين نرحب بيك النهارده مهرجان مهم وتكريم مميز للاستاذ عبد الرحمن ابو زهره، تقول عنه ايه؟ والله انا سعيد جدا بهذا التقليد اللي بتعمله نقابه المهن التمثيليه، لان ده عرفان بقدر الكبار، لان من لم يعني اي حد ملوش ماضي ملوش مستقبل، يعني تكريم الكبار شيء مهم جدا جدا جدا، لان هم اللي عملوا للتاريخ للفن المصري تاريخ، واخد بالك؟ فلازم نقول لهم تعظيم سلام وشكرا لكل ما قدمتموه. شايف مجهود دكتور اشرف زكي سواء طبعًا في النقابه او في اختيار نجوم كبار زي عبد الرحمن ابو زهره؟ طبعا طبعا استاذ اشرف زكي، دكتور اشرف زكي زميل وصديق، واحنا جيل واحد، هو الحقيقه بيتفانى في سبيل النقابه وفي سبيل الزملاء، ودي لفته رائعه جدا منه ان هو السنه اللي فاتت يكرم استاذنا الراحل حسن حسني، السنه دي بيكرم الاستاذ عبد الرحمن ابو زهره، السنه الجايه كرم الاستاذ رشوان توفيق، السنه اللي بعدها كرم الاستاذ العلايلي، وهذه القمم الكبيره جدا اللي احنا المفروض نحاني لها احتراما يعني الحقيقه. اكيد المسرح له اهتمام خاص من حضرتك باعتبارك رئيس المسرح العام، فعايزين نتكلم عن العرض المسرحي اللي كان مفروض شغال ووقف، وهل هيتم فيه عوده تاني للعروض المسرحيه ولا لا؟ الله اعلم، الله اعلم. مش معروف مصيره والله. رغم كان عرض حلو جدا كمان، معروف مصيره والله، قد يعاد مره اخرى وقد لا يعاد، احنا تحت امرهم يعني. اكيد. طب هل في مشاريع مسرحيه بتحضر لها الفتره دي؟ لا، في مسلسل بعمله مع الاستاذ يحيى الفخراني ان شاء الله يتعرض في رمضان. تفاصيل بقى سريعه كده؟ ما فيش، لا تفاصيل. عملت قلق انت في جنبهم وبيمبم، كانت الحلقه برضه. احنا هنتكلم عن الحلقه دي، كانت حلوه جدا حبيبي. حلو انت في الكوميديا يا استاذ. لا هو ما هي انت تعمل كوميديا الموقف او كوميديا الشخصيه، لكن ما انا انا اعرف اعمل كوميديا الموقف او كوميديا الشخصيه، واخد بالك؟ انما ما اعرفش اطلع اقول افيهات. انت جبت منين قصه السرعوف دي بس عشان ابقى؟ لا دي جبتها منين بجد؟ استاذ منير يا حبيبي، ابوني مبروك. قال جه ولا لسه؟ ايه؟ جه ولا لسه؟ موجود. انا قلت جبت من نفس الصرافه دي مش همشي لما اعرف. زميل بسجل وبيبص يعني، ينفع كلام؟ ينفع يا منير. كورونا يا منير. طب هل في لو في اجزاء تانية من جمجمه وبيمبم ممكن تشارك فيها ولا كان؟ انا ببقى سعيد لما اشتغل مع اسلام خيري. اسلام خيري مخرج رائع جدا، ومحمد عبد الرحمن ده كوميديان لطيف وجميل جدا 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 الحقيقه. انا كنت مستمتع وانا بعمل الشخصيه دي. اشكرك جدا، مفيد وشرفتنا والله. ربنا يخليك.